مكان جديد وتحت رعاية مبادرة افتح لقلبك حياة. شركة نوفاريتس مصر ومجموعة معامل ألفا وقعوا اتفاقية تعاون مهمة جدا، واللي يعني بتعتبر هي الأولى من نوعها علشان تمكن مرضى تصلب شرايين القلب من ان هم يخفضوا مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الوعي كمان بالمرض والإرشاد لطرق العلاج. افتح لقلبك حياة مبادرة لجميع المرضى وذويهم والمتخصصين في تقديم خدمات الرعاية الصحية لإزالة الحواجز اللي بتأثر على صحة القلب. نشوف التقرير ونرجع تاني. هو الحقيقة النهاردة ده يعني زي ما انتم شايفين كده هو افتح لقلبك حياة، ده مبادرة قوية عملها شراكة ما بين مؤسسة قلب والشرايين والجهاز الطبي في شركة نوفارتس ومعامل طبية اللي هي بصورة ألفاس. الحقيقة الفكرة جت من ان احنا وجدنا ان الناس مش بتتابع او مش عارفة ارقامها كويس لتصلب الشرايين ومش عارفة تتابع، وبالرغم ان الوفاة مثلا 48% من الناس بيموتوا من القلب و 98% من تصلب الشرايين اللي هو بيأثر في القلب، بالتالي انا لابد ان انا يعني اشوف التارجت بتاعي اللي هو الكوليسترول الضار. الحقيقه نوفارتس شركه رائده في تقديم الخدمات العلاجيه في مصر لاكثر النهارده من 58 سنه، ولدعم مرضى القلب النهارده لاكثر من 30 سنه. وبما ان زياده اعداد الوفيات كترت جدا في العالم كله نتيجه امراض القلب، وده اللي خلى شركه نوفارتس النهارده يبقى عندها رؤيه واضحه وهي ان احنا ازاي نقضي على امراض تصلب الشرايين وكمان نتحكم في تداعيات امراض القلب الموجوده في مصر. وعشان كده احنا عندنا مبادره كبيره جدا بنطلقها دلوقتي وهي اسمها افتح لقلبك حياه. المبادره دي مش اول مبادره تعملها نوفارتس، احنا كان عندنا مبادرات كتير قبل كده، بس المبادره دي مهمه جدا، دي موجوده في العالم كله، اطلقتها نوفارتس عالميه تحت اسم انبلوكت، وهي في مصر اسمها افتح لقلبك حياه، عشان تزود التوعيه بامراض القلب وخصوصا امراض شرايين القلب وتصلب الشرايين. الشراكه دي تقدري تقولي ان هي كل مقدمي الرعايه الطبيه الصحيه بيشتركوا فيها، احنا كمعامل الفا كرعايه تشخيصيه، كذلك الجمعيه الطبيه كاطباء، ونوفارتس كشركه ادويه من اكبر الشركات العالميه. نتحد احنا الثلاثه مع بعض في شراكه نساعد المريض ونوعيه اكتر، نعرفه هو واقف فين من نسبه الكوليسترول والمفروض يعمل ايه وياخد دواء امتى ويظبط نفسه ازاي ونتابعه كمان، وفي نفس الوقت نبقى احنا وصلنا ان احنا الثلاثه فدنا المريض باكتر حاجه ممكنه. هيبقى فيه كمان عن طريق المنصه الالكترونيه بتاعتنا منصه التواصل الاجتماعي، هيبقى فيه كل المحتويات اللي هو المفروض يعرفها ويدخل عليها وكل ما هو جديد في هذا المجال، وكمان هنقدر نرسل رسائل نصيه للمرضى للمتابعه، نقول لهم معدل الفحص بتاعهم امتى، المتابعه بتاعته امتى، المعدل الطبيعي امتى. يعني احنا كل هدفنا في هذه القصه ان احنا نقدر ان احنا نخفف على المريض المضاعفات او المريض اللي مش عارف اصلا ان هو عنده مشاكل في الكوليسترول، يقدر ان هو يتابع ويحمي نفسه من اي مضاعفات ممكن تحصل.